وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بقطاع السياحة والعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع الحيوي، وخلال متابعته ما تم تنفيذه من أعمال لتطوير بأحدى القرى السياحية بمدينة بورسعيد، لفت مدبولي إلى حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من مختلف ما تملكه من أصول وخاصة في قطاع السياحة، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مثل تلك المشروعات والأصول. الله.